حقيقة عندما نقول نموذجي لأي مرجعية رجعنا حتى نقول نموذجي؟ هل هو نموذجي لوجود معلمين غير مؤهلين تربويا، أو هو نموذجي لعدم وجود أي تقنية في مدارسنا وقاعدين يستخدموا في الطريقة الأولى؟ هل هو نموذجي في ظل كثافة الفصل وازدحام الفصول؟ هل هو نموذجي في غياب التأهيل ونقص، ما تفضل الأستاذ يوسف، في المدرسين وفي العناوين وفي التفتيش؟ يعني حقيقة نحن قعدنا بقينا نحتفل بحصولنا على الحد الأدنى. يعني عندما نقول أن الكتب متوفرة في بداية العام الدراسي، لماذا دكتور وصلنا إلى الحد الأدنى جدا؟ يعني حقيقة وهو حقيقة يعني لعدم يعني الفترة العشر سنوات حقيقة لم يكن هناك استقرار سياسي واستقرار للبلاد بشكل عام. يعني ولهذا لا نستطيع أن نوجه اللوم لأحد، ولكن يعني ما أرجوه أن يعني لا أحب أن أنظر إلى الماضي كثيرا، دائما أحب أن ماذا نستطيع أن نفعل الآن، أو ما يسمى بقوة الآن. الحديث عن الماضي ماضي خلاص انتهى، لكن علينا أن نبدأ بداية حقيقية حقيقة بتدريب كل الكوادر، لأن الآن في جميع أنحاء العالم ما عادش ينظروا للتعليم المدرسي والجامعي وحتى ربما حتى الماجستير والدكتوراه. الآن عصر التدريب، يعني بمعنى أن التدريب هو أهم شيء في هذا العصر، لأن التدريب حقيقة عندما تذهب إلى أوروبا لشركة من الشركات وتقدم شهاداتك يقول لك هذا جيد، لكن ماذا تستطيع أن تعمل؟ يعني ما هي المهارة التي تستطيع أن تكتسبها أو تقوم بها فعلا؟ حقيقة يعني إشكاليتنا إحنا في ليبيا وفي التعليم في ليبيا أننا ننقل معلومات ولا ننقل مهارات. حقيقة يعني نقل المعلومات، يعني ونقل المعلومات كما نعرف في إدارة المعرفة أن هرم إدارة المعرفة تبدأ بالبيانات وتتحول إلى معلومات، وهذه المعلومات تتحول إلى مهارات ومعارف، ثم بعد ذلك تتحول إلى حكمة. هذه إدارة المعرفة.